كيف ازدهرت الجريمة في عهد الميليشيا وأصبح العنف ظاهرة ملازمة لوجود الحوثيين، خصوصاً بعد كسر الدولة وقيادات السلطات الأمنية والقضائية، فتحولت الميليشيا لكسر المجتمع. ما هي مخاطر تحويل العنف إلى ثقافة مجتمعية؟ أهلا بكم. حيث لا دولة ولا نظام ولا قضاء، يتخذ الحوثيون العنف منهجاً ضد المجتمع والمدنيين. هذا الأمر بات ظاهرة تشكل خطراً حقيقياً يهدد المجتمع، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا. فلا يمر يوم إلا ونسمع عن جريمة قتل أو نهب أو اختطاف تحدث هنا أو هناك. العديد من الانتهاكات التي طالت المدنيين من قبل عناصر الميليشيا. الميليشيا هي المجرم وهي القاضي والسجان. يؤسس الحوثي لبيئة العنف والجريمة فتزدهر بوجوده ويسعى من خلالها لتحويل المجتمع إلى مجتمع عنيف. يرتفع الخطر الاجتماعي من وحشية الحوثي في التعامل مع المدنيين في ظل غياب الدولة والسلطة والقانون الحامية لحقوق المدنيين. تلك الأصوات الغائبة والمغيبة حقوقها، كيف يمكن حمايتها والدفاع عنها أو نقل أصواتها؟ يزدهر العنف الجائل في الطرقات وشوارع المدن وأحيائها وأسواقها تحت لافتة صرخة الحوثي. الميليشيا التي جعلت من العنف سلوكاً دائماً ضد الأفراد وسبيلاً لتنفيذ كل أهدافها، فأطلقت يد الشر على المدنيين أيضاً وفرضت نظام الجريمة كقانون لها. لا يمر يوم دون أن تورد الأخبار جريمة ترتكبها عناصر الميليشيا في مناطق سيطرتها. آخر تلك الأخبار مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين اليوم برصاص عصابة مسلحة تابعة لمشرف حوثي في منطقة الجاهلية بضلاع همدان غربي صنعاء، ناهيك عن الاعتداء على ناشط حقوقي بدمار. كما ارتفعت حصيلة القتلى في محافظة إب لتبلغ 7 قتلى ومصاب خلال أقل من 72 ساعة في حوادث منفصلة شهدتها عدة مديريات في المحافظة بحسب الأخبار الواردة. الانتهاكات التي طالت المدنيين من قبل عناصر الميليشيا ليست حديثة العهد، فبيئة العنف التي يؤسس لها الحوثي تزدهر يوماً بعد آخر، خصوصاً بعد كسرها للدولة وقيادات السلطات تحولت الميليشيا لكسر المجتمع، ليصبح العنف في مناطق سيطرة الحوثي ظاهرة ملازمة لعهد الميليشيا، كما هي حالة العنف والقصف الممنهج الذي يطال مدن وأحياء اليمن المحررة عسكرياً. الخطر الاجتماعي من وحشية الحوثي في التعامل مع المدنيين يأتي في ظل غياب الدولة وسلطة القانون، ما ينذر بتحول العنف إلى ثقافة مجتمعية. ومع طول أمد الحرب يتساءل الناس عن مصير الأصوات الغائبة والمغيبة حقوقها، كيف يمكن حمايتها والدفاع عنها أو نقل أصواتها للعالم حتى لا تظل انتهاكات الميليشيا جرائم مشهودة وجنات دون عقاب؟ إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة أرحب بالصحفي والناشط الحقوقي محمد الأحمدي ضيفنا هنا في الاستوديو، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير أخت عسيا، أهلا وسهلا. إذا جرائم فظيعة أصبحت ترتكبها ميليشيا الحوثي منذ استيلائها على السلطة، من قتل واعتداء وتفجير وإخفاء قسري، كيف تنامت الجريمة في عهد الحوثيين برأيك؟ شكرا جزيلا ومساء الخير لك والسادة المشاهدين. في الحقيقة الميليشيا الحوثية لم تتوقف يوما منذ نشأتها عن العنف، سواء في الممارسة أو حتى في التعبئة وتعبئة عناصرها بثقافة العنف والكراهية تجاه الآخر. شاهدنا على مدى هذه السنوات القاتمة في عهد الميليشيا الحوثية في اليمن أشكالا متنوعة من العنف والاضطهاد للمجتمع وللأفراد. وفي الحقيقة من الواضح أيضا أن عناصر الكيان السلالي العنصري الحوثي يستندون إلى مخزون هائل من ثقافة الكراهية والعنف تجاه المجتمع. هم في الحقيقة يستندون أيضا إلى إرث تاريخي من العنف مارسه الأئمة في اليمن كما نعرف جميعا،
ويجب على اليمنيين دائما أن يستحضروا هذا الإرث دائما في نظرتهم للحوثيين، لأن الحوثيين امتداد طبيعي لجرائم الإمامة في اليمن. وبالتالي عندما نتحدث مثلا عن جرائم عبد الله بن حمزة في بحق السكان في صنعاء، وكيف قتل الناس ومثل بجثثهم، وكيف استباح الحرمات على نحو فظيع، وكذلك كثير من الأئمة، لا يوجد إمام من الأئمة الذين حكموا اليمن والذين يمثل الحوثيون اليوم امتدادا لهم إلا وله سجل حافل بالجرائم بحق المجتمع، وجرائم وحشية للغاية. وبالتالي الحوثيين مهما حاولوا الظهور بمظهر المظلومية أحيانا، لكنهم في الحقيقة جماعة موغلة في دماء اليمنيين، وترتكب الجرائم والعنف بشكل ممنهج وجزء من ثقافتها، لأنها في كثير من التفحص لطبيعة هذه الجماعة نكتشف أو نرى واضحا أن الحوثيين دائما يعبئون العناصر الموالية لهم على استدعاء المظلومية التاريخية التي يزعمون تعرضهم لها، وبالتالي يصبح الفرد متشبع بثقافة الكراهية تجاه الآخر ويتصرف بناء على هذا النحو، من القتل بدم بارد والاعتداءات والاختطافات والاعتقالات والتعذيب في السجون والقصف العشوائي والقنص للأطفال والنساء وزراعة الألغام على نطاق واسع وغيرها الكثير من أشكال العنف والانتهاكات بحق اليمنيين، هي في الحقيقة جزء من الثقافة التي تعتنقها الجماعة الحوثية، وهي أيضا سلوك ممنهج. هل هناك حكايات يعني لتوضيح ما يحدث؟ يعني نتحدث اليوم على سبيل المثال كحالات تحضرني الآن، عندما يعتدي أحد عناصر السلالة بالاغتصاب لطفل في عمران ويتم التكتم على هذه الجريمة البشعة، عندما يقوم أحد عناصر السلالة بقتل الطفل في إب لأنه يعني رمى الكرة أو لمسته كرة القدم أثناء لعب الأطفال في الشارع ويقتله بدم بارد وبشكل مستهتر للغاية بالروح الإنسانية، ويتم أيضا يعني التستر في النقاط التفتيش التابعة للحوثيين، ليس فقط حتى القتل بشكل مباشر للأشخاص، ولكن أيضا امتهان كرامة الإنسان، المسافرين على الطرقات الذين يعبرون من نقاط تفتيش ميليشيا الحوثيين يتعرضون للتفتيش والامتهان ولصنف شتى من محاولة إهانة الإنسان اليمني. في الحقيقة الحوثيون جماعة جريمة تتحرك على الأرض، عندما ننظر إلى سلوكهم منذ نشأتهم في 2004 وزادوا بشكل واضح بعد الانقلاب على السلطة الشرعية وعلى المجتمع في سبتمبر 2014، شاهدنا انتفاشتهم بشكل واضح وأكثر وضوحا من ذي قبل في سلوكهم العنيف تجاه المجتمع. نعم، إذن برأيك هل أصبح القضاء الذي يسيطر عليه الحوثيين أو الحوثيون خارج إطار العدالة؟ يعني في النهاية هم قضاة ويفترض أن يكونوا لديهم مبادئ القضاء العادل، حتى وإن كان هناك جماعة ميليشاوية تسيطر على المشهد. في الحقيقة دعينا نكون واضحين أخت آسيا، القضاء في اليمن كان منذ وقت مبكر يسيطر عليه عناصر السلالة العنصرية في اليمن، والتي هي جزء من الحركة الإمامية بنسختها الحوثية، ويعتقدون القضاة حتى الذين درسوا القانون وبعضهم حتى في جامعات خارج اليمن وحصلوا على حظهم من التعليم بشكل لم يتوفر عليه حتى بعض اليمنيين، مع ذلك يعتقدون أنه لا يجوز معاقبة هاشمي كما يقولون بقبيلي، رغم أنني يعني دائما أحاول الابتعاد عن هذا المصطلح، لكن في الحقيقة نتحدث عن الهاشمية السياسية التي تمثل فكرة عنصرية تدعي حق الامتياز أو أفضلية عن الباقي عن بقية اليمنيين بهذا المفهوم أو بهذا المعنى تحديدا، وبالتالي يعتقدون أنه لا يجوز معاقبة أحد عناصر هذه السلالة على جرائم اقترفها بحق
من يطلقون عليه قبيلي، ولذلك دائما هذه الجماعة والإمامة بشكل عام بنسختها الحوثية كذلك تحاول تعميق هذا الفرز في المجتمع، وتحاول تعبئة عناصرها أيضا حتى على هذه المفاهيم. ولذلك العناصر التي تنتمي للسلالة الحوثية والهاشمية ذات النزعة العنصرية في اليمن تمارس انتهاكاتها وهي مطمئنة أنه لن يطالها العقاب، لأن عناصر السلالة أيضا في الجهاز القضائي وفي مؤسسات الأمن، خصوصا بعد سيطرة الميليشيا الحوثية على مؤسسات الدولة بعد الانقلاب، ستكون يعني أو ستمنع أن تطالها يد القانون إذا أي انتهاكات بحق المجتمع اليمني، وبالتالي هي مطمئنة إلى أنه لن يحاسبها أحد. وكما أشرت قبل قليل إلى حادثة اغتصاب على سبيل المثال طفل في عمرة من قبل أحد القياديين الحوثيين من بيت المتوكل، وآخر من بيت الديلمي أيضا في إب عندما قتل الطفل بشكل مروع للغاية وبدون سبب. وفي الأخير هذه القضايا تذهب في أدراج القضاة الذين بالتأكيد إن لم يكونوا في الحقيقة من عناصر الحوثية في السلك القضائي فلن يكونوا مستقلين بطبيعة الحال لإصدار أحكام أو لمحاسبة هؤلاء الأشخاص الذين يرتكبون جرائم بحق المجتمع اليمني. وفي الحقيقة هاتان حالتان فقط، وهناك حالات كثيرة، المنظمات الحقوقية بين الفينة والأخرى تصدر العديد من التقارير التي تكشف جانبا من السلوك المروع لميليشيا الحوثيين في اليمن وجرائمها العنيفة بحق المجتمع، وتمر هذه الجرائم بطبيعة الحال دون أي محاسبة حتى الآن، بل على العكس من ذلك للأسف الشديد، وهنا نقطة في غاية الأهمية، أن محاولة بعض الفاعلين الإقليميين والدوليين اللعب على وتر التوازنات للإبقاء على جماعة الحوثيين والمراهنة عليها من أجل جلب أموال الخليج على سبيل المثال، أو عقد صفقات سلاح باستمرار التهديد الذي يمثله الحوثيون لدول الخليج النفطية، وهو الأمر للأسف الذي لا تدركه الأنظمة الخليجية حتى الآن فيما يبدو من خلال إدارتها للمعركة في اليمن، وهذا موضوع آخر، لكن هذه الحسابات ألقت بظلالها أيضا على مسألة الوضع الحقوقي والإنساني في اليمن، لأن الميليشيا الحوثية ركنت إلى هذه اللعبة وبالتالي امتلكت نوع من الشجاعة لممارسة المزيد من جرائم الانتهاكات والقمع بحق اليمنيين، لأنها تعتقد أن هناك أيدي خارجية يمكن أن تدعمها وتساندها. ولذلك لا أتصور على سبيل المثال أن يكون هناك جماعة بهذه الوحشية التي هي عليها جماعة الحوثيين يمكن التعامل معها بنفس، يعني إن كانت هذه الجماعة موجودة في أي دولة أوروبية على سبيل المثال لن نجد نفس التعاطي الناعم مع ميليشيا الحوثيين، معها كما هو الحاصل الآن مع ميليشيا الحوثيين، بمعنى أن هناك ازدواج للمعايير واضحة في التعاطي مع الميليشيا الحوثيين، وهذه الازدواجية وهذه السياسة العبثية التي ساهمت إلى حد كبير في إطالة أمد الأزمة اليمنية والمعاناة الإنسانية كان لها دور مباشر في تشجيع أفراد الميليشيا الحوثية على انتهاك المزيد من الجرائم، بمعزل عن أي رادع سواء أخلاقي أو قانوني أو قلق من إمكانية المحاسبة لاحقاً. نعم، إذا نسمح لنا أستاذ محمد أن ينضم معنا الأستاذ عبد الباسط الشاجع مدير مركز العاصمة الإعلامي من مأرب عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عبد الباسط. أستاذ عبد الباسط هل تسمعني؟ أيوة نعم اسمعي. نعم أهلا بك. إذا منذ الانقلاب وتسلط الحوثيين أو تسلطت الحوثيين على رقاب الناس فازدهرت الجريمة وزاد اعتداء الميليشيا على المدنيين، هل لديكم أي إحصاءات بهذه الجرائم التي يتعرض لها المدنيون؟ أن تمارس ميليشيا تكسير حق المواطنين في طرفها وخاصة المصنعاء دون أن تمارس بحقهم يعني الجرائم والانتهاكات. هناك إحصاءات حقوقية كثيرة ذكرت من قبل، يعني تعدت الآلاف يعني وتنوعت بين
وتنوعت بين الانتهاكات والجرائم. هذه الشواهد وهذه الجرائم كلها تؤكد بأن هذه الجماعة مجرد ميليشيا ومافيا فاشية تعتمد على الترهيب وأيضا القتل والاعتقالات بحق المواطنين من أجل إخضاعهم وإسكات أي أصوات يعني مناوئة لهم. نعم نعم أستاذ عبد الواسط. نعم أسمعك. نعم، إذا برأيك كيف أثر قمع ميليشيا الحوثي للإعلام بشكل كلي على ازدهار هذه الجرائم وألا يكون لها يعني ذلك التأثير بين الناس؟ طبعاً فضح ميليشيا الحوثي وما تمارسه بحق الشعب اليمني هذه مهمة كل يعني مهمة الإعلام الحر من أجل فضح هذه الميليشيا، وأيضا يعني ليعلم كل الأجيال ما مارسته بحق آبائهم وأجدادهم من 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 أنواع شتى من هذه الجرائم. أيضا هناك جزئية، بعض الجرائم تحاول أن تختلقها ميليشيا الحوثي كبعض يعني الفوضى الأمنية من أجل أيضا إخضاع وإرهاب ما تبقى من يعني من أجل إخضاع وإرهاب المواطنين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، كما رأينا في فيديو قام الأمن الوقائي للحوثيين بنشره قبل أشهر، وهو رجل على ظهر متر حاول سلب امرأة كانت تمشي على الشارع. بهذه الصورة المهينة يحاول ميليشيا الحوثي أن تخضع ما تبقى يعني أن تخضع المجتمع اليمني، وأيضا أحيانا ترسل رسائل بأنها ما زالت تدير المحافظات الخاضعة لسيطرتها بأجهزة أمنية قوية. نعم، إذا برأيك كيف يمكن للحكومة أن تقاوم خطر استمرار الجريمة بين الناس وأن تجرم المجرمين وتعاقبهم في ظل يعني هذا الانفلات الحاصل في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي؟ على الحكومة الشرعية أولا أن تعلن عبر قوائم سوداء جميع القيادات ميليشيا الحوثي أو من يقومون بممارسة هذه الانتهاكات، وثم ومن ثم تعمل على ملاحقتهم ويعني محاكمتهم في المستقبل القريب. نعم، إذا شكرا جزيلا لك عبد الواسط الشاجع مدير مركز العاصمة الإعلامية، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. عودة لك أستاذ محمد. أستاذ محمد، برأيك هل تعتقد أن هناك رصد لجميع الجرائم التي يتم ارتكابها من قبل ميليشيا الحوثي في جميع المناطق التي يصلون إليها؟ لا أعتقد أخت عسيا أن هناك رصد لكل الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثيين في مناطق سيطرتها. نعرف أن هذه المناطق أساسا منذ انقلاب الميليشيا الحوثية واجتياحها للمدن عمدت إلى فرض حصار خانق إعلاميا على المجتمعات الواقعة تحت سيطرتها، ومنعت أي صوت يعلو غير صوت الصرخة والوسائل الإعلام التابعة لها. يعني لا يوجد شيء اسمه حريات صحفية أو وسائل إعلام في مناطق سيطرة الحوثيين سوى وسائل الإعلام التي تعمل وفق شروط الميليشيا الحوثية نفسها، وبالتالي لا يسمح لأي ناشط أو منظمة أو وسيلة إعلام تحاول الوصول إلى المعلومة أو توثق معلومات انتهاكات حقوق الإنسان في تلك المناطق. ويتعرض الناشطين باستمرار يتعرض الناشطون باستمرار والصحفيون للقمع والتنكيل على أيدي ميليشيا الحوثيين، لكن هناك بعض المعلومات أو بعض القصص التي تصل إلى وسائل الإعلام في الحقيقة تكشف مدى وحشية هذه الجماعة، وهي فعلا ما يظهر من كما يقال من رأس جبل الثلج في مناطق سيطرة الحوثيين من حجم الجرائم الانتهاكات التي تقع هناك. اليوم على سبيل المثال تتحدث بعض وسائل الإعلام عن مقتل شخصين وإصابة آخر على أيدي عناصر حوثية في يعني في محافظة
صنعاء، يعني في منطقة همدان، ضلع همدان غربي صنعاء، لأنهم منعوا المشرف الحوثي من السيطرة على أرضية تابعة لهذا المواطن، وبالتالي جمع مسلحي الحوثيين وأعدموا بدم بارد مجموعة من أفراد أسرته وأصابوا آخرين. هذه واحدة أيضا من الجرائم التي يعتقد الحوثيون أنه بممارستها أولا يحاولون إرهاب المجتمع وإسكات أي أصوات تحاول منعهم من الحصول على أي شيء يريدون الوصول إليه. في إب أيضا نفس القصص، مثل هذه القصص تتكرر كثيرا في ظل سيطرة الميليشيا الحوثية على المحافظة، رغم يعني اختيار المحافظة أن تكون بعيدة عن العنف وعن الصراع، لكن مع ذلك أيضا ميليشيا الحوثية والمشرفين الحوثيون لطالما حاولوا نهب أراضي الناس بالقوة، ومن يعترض يزج به في السجون ويتعرضون للتنكيل وربما حتى القتل كما شاهدنا في حادثة اليوم. إذا نتحدث عن جانب يسير فقط من جرائم الانتهاكات والعنف التي تطال المجتمع على أيدي عناصر الحوثيين في مناطق سيطرتهم، بينما يظل حالة فرض عزلة عن ما بين المجتمع وما بين وسائل الإعلام لإيصال أصوات الضحايا في كثير من الحالات التي لا يتمكن الناس من الوصول إليها. أيضا بعض الحالات تحاول حتى ميليشيا الحوثيين أو بعض الفضائح التي تنشرها وسائل الإعلام تحاول مساومة أهالي الضحايا للصمت وللقبول ب حلول من شأنها إفلات المرتكبين الجريمة من العقاب أو المحاسبة. نعم، إذا برأيك يعني في ظل كل هذا القمع الذي تتحدث عنه، هل يمكن يعني لبعض المتعاونين لنقول إيصال كثير من يعني الأحداث التي تحدث أو الجرائم، يعني ألا تعتقد أن المسألة بحاجة لوعي أيضا من قبل المجتمع، أنه حتى إن سجلت هذه الجريمة قد لا يعاقب فاعلها الآن، ولكن على الأقل ستظل في سجل جرائمه قد يعاقب عليها بالتأكيد مستقبلا؟ بالتأكيد يفترض أن يكون هناك توثيق لكل جرائم التي تمارسها ميليشيا الحوثيين بحق المجتمع، وبالتالي هذه الجرائم التي ترتكب ستحل العدالة أو تتحقق العدالة لا محالة. هي فقط الإشكالية في حالة الترهيب التي تمارسها ميليشيا الحوثيين بحق المجتمع، والتي حالت دون رفع أصوات الناس خاصة الذين تطالهم هذه الانتهاكات، ومحاولة أيضا القبول بسلطات الأمر الواقع للوصول إلى الانتصاف من بعض الضحايا أو أسر الضحايا على الأقل. وهذه في الحقيقة يعني هي محاولات بائسة أحيانا، لأنهم لا يمكن أن يصلوا إلى حل أو إلى انتصاف للضحايا، لكن مع ذلك يفترض أن يكون أن ترتفع الأصوات، أصوات الضحايا وأهاليهم، وفي الحقيقة هناك حالة رفض واسعة للميليشيا الحوثية في مناطق سيطرتها، وتتسع هذه الحالة مع مرور الوقت. الإشكالية هنا أحيانا هو للأسف الشديد الوضع القاتم أيضا في المناطق المحررة، أصبح لا يشجع السكان في مناطق الحوثيين للانتفاضة في وجه الميليشيا الحوثية، والاستمرار في رفض السلوك الحوثي على النحو الذي كنا نشاهده من قبل، والذي كان الناس على الأقل يؤملون أن تحسم المعركة عسكريا لصالح الشرعية ولصالح الدولة، وبالتالي تصبح المناطق المحررة نموذج جيد للحكم الرشيد ولسلطة القانون، وتنتهي مظاهر العنف والاختلالات والقمع والانتهاكات حتى يمضي الناس على نفس الطريق في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين للتحرر من هيمنة الحوثيين وقمعهم وجرائمهم. وبالتالي أعتقد أنه يفترض أن يكون هناك أولا تقييم جدي لمناطق السلطة الشرعية من ناحية تطبيق القانون ووقف الانتهاكات، انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، حتى يكون هناك نموذج على الأقل أمام اليمنيين يشجعهم على رفض سلوك الميليشيا الحوثية ومقاومتها، حتى وإن كان هناك تضحيات في البداية، لكن في المحصلة النهائية
يعني يستمر هذا الرفض حتى على الأقل تستعاد الدولة وتستعاد معها مؤسسات الدولة والقضاء ويتم محاسبة الأشخاص الذين تورطوا في انتهاكات حقوق الإنسان. نعم، إذا نسمح لنا أستاذ محمد أن ينضم معنا الأستاذ توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات من فيينا عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ توفيق. مساء النور لكم ولضيوفكم الكرام ولجميع مشاهدي قناتكم. أهلا بك أستاذ توفيق، كيف تتابعون تصاعد حدة الجريمة والعنف في المجتمع منذ بداية الحرب؟ طبعا تتم، لا يمكن الحديث اليوم عن ارتفاع معدل الجريمة، لأننا اليوم لا يمكن أن نفصل بين الجريمة وبين الانتهاك، لأننا في حالة حرب. حالة الحرب عندما نتحدث عنها كمصطلح مجرد فإننا نتحدث اليوم عن تغير شامل في النفسيات، تغير شامل في التفكير، تغير شامل في الرؤية. اليوم عندما يشعر المواطن في حالة الحرب بأنه لا دولة، بأنه لا أجهزة أمنية، بأنه لا مساءلة، بأنه لا قضاء، بالتالي تبدأ عملية تتغير أمزجته النفسية والعقلية، وتبدأ تظهر لديه سلطات صغيرة يحاول من خلال هذه السلطات إما أن يحمي نفسه أو أن يعتدي على الآخرين، خاصة وإذا كان من يعول عليهم أن يوفروا الأمن والاستقرار والسكينة والطمأنينة والمساءلة للمواطنين هم في حقيقة الأمر الذين يقومون بكل هذه الجرائم وبكل هذه الانتهاكات، بل إنهم يعتبرون أنفسهم أن الدولة مختزلة في شخصيتهم سواء كانوا كأفراد أو كانوا كمشرفين إلى غير ذلك. وبالتالي اليوم لا يمكن أن نفصل الجريمة عن الانتهاك بصورة كبيرة، لأن الانتهاكات والانقلاب قوض الدولة وتقييد الدولة معنى ذلك أنه فتح الباب على مصراعي لكل ما يمكن أن نتحدث عنه. اليوم هنالك انتهاكات في الظل، اليوم مثلا على سبيل المثال قد نتحدث عن انتهاكات تتعلق باغتصاب أطفال أو باغتصاب نساء، وتشكل هذه الجرائم ضد أشخاص معينين أو مجهولين على سبيل المثال، لكن عندما يتم تسليط الضوء بصورة كاشفة وقوية ستجد أن هذه الانتهاكات مضاعفة ترتكب ممن يفترض أن يكون سلطة المساءلة والحماية للمدنيين. نعم، إذا برأيك أستاذ توفيق كيف أصبحت الجريمة خبرا عاديا هذه الأيام؟ يعني كيف وصل المجتمع إلى أن يسمع بجريمة قتل، اغتصاب، اختطاف، وتمر هذه الجريمة مرورا عاديا إلا فيما نذر؟ يعني هل يعقل أن تصبح ردة الفعل طبيعية حين تزداد مثل هذه الجرائم؟ أنا قلت لك الآن أن نحن نعيش حالة حرب، معنى ذلك أنا عندما أتحدث عن حال الحرب نتحدث عن تغيير شامل في بنية المجتمع. اليوم عندما نحن نتحدث عن النخوة، نتحدث عن الغيرة، نتحدث عن يعني القيام بالأمر الواجب، نتحدث عنه في ظروف طبيعية. اليوم حتى بعض المناطق التي حاولت أن تقوم في وجه هذه الميليشيات لم تجد من يناصرها، مثلا لدينا حاجور، لدينا مناطق الضالع، وتركت لحال سبيلها يحصل لها ما يحدث. اليوم هذه الأمر أيضا ينطبق على هذا الشيء. اليوم نحن نعد مجموعة من التقارير، من ضمنهم تقارير خاصة بالنساء. الذي يتبين من هذه التقارير، خاصة تقارير النساء وتقارير الأطفال، يصل إلى نتيجة معينة. اليوم هنالك انهيار أخلاقي تام حتى داخل البنية القبلية، حتى داخل البنية الاجتماعية للمجتمع. هنالك فعل متعمد تم من قبل هؤلاء من أجل تدمير ما تبقى من غيرة، من كرامة. اليوم هنالك مجتمع يعيش حالة من الخوف، حالة من الرعب، الحالة الاستبدادية في مجتمع الحرب. أعتقد شرحها الكواكبي في كتابه الاستبداد بكل وضوح. هذا اليوم الذي يتحدث عن اليمن، نحن اليوم عندما تتحدثين عن قضية أن الجرائم تمر مرور الكرام، هذا الأمر يمكن أن نتحدث عنه في ظل وضع طبيعي، في ظل ما قيم اجتماعية متماسكة، في ظل وجود قانون للمساءلة، في ظل وجود مؤسسات تعمل على الردع وتعمل على المحاكمة وتعمل على النشأ إلى غير ذلك. لكن نحن اليوم لا نتحدث عن دولة، نتحدث عن هلام متراكم، نتحدث عن عصابة قفزت في لحظة زمنية فارقة، في لحظة غفلة اجتماعية، في حالة تصادم اجتماعي بين فرقاء سياسيين واجتماعيين،
قفزت على المشهد السياسي وأصبحت تدير الدولة بعقلية العصابة. عقلية العصابة لم تتغير، لم تستطع أن تنتقل إلى الدولة، فعملت على جر المجتمع إلى نفس السلوك العصبوي لكي يمارس في المجتمع كل هذا، ما عدا المناطق نستطيع أن نقول التي لم يصل إليها مثل هذه التصرفات. نعم، إذن عند هذه النقطة دعني أعود إليك أستاذ توفيق، ولكن بعد أن أنتقل بسؤال للأستاذ محمد الأحمدي، كيف تعلق على حديث الأستاذ توفيق؟ يعني في الحقيقة أنا أختلف جزئيا مع الأخ توفيق فيما يتعلق بالمجتمع، رغم فعلا الوحشية التي تمارسها ميليشيا الحوثيين، عصابة فعلا منفلتة جدا ولا تحترم أي معايير قانونية أو أخلاقية أو حقوقية أو حتى مسؤولية سياسية تجاه المجتمع الذي تحاول التسلط عليه قهرا. لكن المجتمع اليمني مع ذلك أظهر قدرا كبيرا في الحقيقة من الصبر والجلد والتحمل ومحاولة الحفاظ على ما يمكن من القيم المجتمعية الأصيلة والنبيلة، ورغم القمع والوحش لهذه الميليشيا شاهدنا أيضا بعض المحامين الذين يتطوعون مثلا على سبيل المثال للدفاع عن المختطفين، شاهدنا أمهات المختطفين وهن نموذج واضح من التضحية والشجاعة في الحقيقة رغم القمع الوحشي الذي مارسته ميليشيا الحوثيين في بادئ الأمر، لكنهن أصبحن أمرا واقعا. واليوم هناك على سبيل المثال اعتصامات ومطالبات وبيانات تتم لأمهات المختطفين، هذا مظهر من المظاهر الإيجابية جدا للمجتمع اليمني. و أيضا هناك مظاهر كثيرة، حالة الرفض كما أشرت في حديثي قبل قليل للميليشيا الحوثية ولسلوكها ولثقافتها العافنة والمتخلفة، ما زالت موجودة هذه الحالة من الرفض بقوة في المجتمع. صحيح تسربت ثقافة العنف والتوحش من عناصر الميليشيا الحوثية إلى ما يشبهها من العناصر المثيلة لها في نفس التي إما لها سوابق إجرام وعنف أو العناصر المنفلتة أخلاقيا وليس لديها وازع ديني أو أخلاقي، تسربت يعني نوازع العنف والكراهية ونوازع الجريمة لهذه العناصر. لكن من حيث بشكل عام المجتمع هناك قيم لا زال المجتمع يتمسك بها، والرفض للميليشيا الحوثية ما زال قائما. للأسف الشديد هناك إشكاليات كثيرة بالفعل تحول دون أن يترجم هذا الرفض إلى واقع، بسبب ضعف الشرعية، بسبب رداءة وسوء إدارة التحالف للمعركة في اليمن، بسبب سوء الأوضاع في المناطق المحررة وعدم قدرة التحالف الشرعية على تجسيد سلطة حكم رشيد وسيادة قانون وحماية كرامة الإنسان اليمني. هذه الإخفاقات أيضا ألقت بظلالها على حالة من الإحباط حقيقة، ونقولها بكل وضوح، هناك نوع من الإحباط السائد لدى المجتمع في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية. لكن هذه الحالة لن تستمر طويلا في ظل وجود حالة الرفض أيضا للميليشيا الحوثية، بمعنى أن هناك رفض للحالة للميليشيا الحوثية ولجرائمها ولثقافتها العنيفة والمتخلفة، ولكن بنفس القدر هناك قلق لدى المجتمع من نفس المصير المجهول الذي تعاني منه المناطق المحررة، من قلق أيضا من المشهد الذي يمكن أن يسير عليه الواقع أو يصير إليه الواقع في حال عبروا عن رفضهم للميليشيا الحوثية واستخدموا حقهم المشروع في الدفاع عن النفس بشتى الوسائل، وفي الأخير يتعرضون للخذلان كما أشار أيضا الأستاذ توفيق في قضية حجور. نعم، إذن اسمح لي أستاذ محمد وكذلك أنت أستاذ توفيق أن ينضم معنا أيضا الأستاذ ماجد فضائل وكيل وزارة حقوق الإنسان عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ ماجد. أهلا بك أستاذ ماجد. إذن كيف تتابعون ما يحدث من تزايد للجريمة في المجتمع اليمني وكذلك الظلم الذي تمارسه ميليشيا الحوثي على اليمنيين من خلال تسلطها على أجهزة القضاء والنيابة وأيضا أجهزة الأمن؟ نعم أستاذ ماجد، هل ما زال معنا أستاذ ماجد؟
نعم، سنعاد التواصل بك أستاذ ماجد. أعود إليك إذا أستاذ توفيق، كونكم منظمة حقوقية أستاذ توفيق، هل تواجهكم صعوبة في توثيق ورصد الجرائم خاصة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، يعني التي ترتكب بصورة فردية في النقاط أو في الأسواق أو في الأماكن أو في المنازل حتى بعض التهجم الذي يحدث لبعض المواطنين؟ هو بلا شك هنالك عوائق كثيرة، خاصة فيما يتعلق بجانب النساء وجانب الأطفال. نحن على وشك أن نصدر تقرير متعلق بالانتهاكات الخاصة بالمرأة اليمنية، وخاصة بالانتهاكات المتعلقة بالاعتقال والاعتداء والإخفاء القسري. وبالفعل نحن وجدنا، يعني نستطيع أن نقول أن بعض هذه القصص تستطيع أن توصفها بأنها أشبه ما يكون بفيلم أمريكي، يعني لا يمكن تتوقعي أن هذه الانتهاكات حدثت في اليمن. الأغرب من ذلك أن بعض الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة يعني ساهم المجتمع، لذلك عندما أتحدث عن التغيير النفسي الذي حدث للمجتمع، نحن لا نتحدث من فراغ، أنا أتحدث اليوم أن المجتمع في بعض الحالات رفض حتى أن يفتح الباب لأحد النساء التي اقتحم بيتها وعبث بمحتوياتها وتم سحبها من الدرج وكسر فمها وكسرت يدها. لم يقم أحد من أبناء المجتمع الحار التي يسكنون فيها حتى بالوقوف إلى جانبها، وعندما حاولت أن تخرج من البيت لتبحث عن بعض المال لتسلمه للمؤجر رحمها ولا الجار رحمها ولا المجتمع رحمها. هنالك نساء تم أخذهن من بحجة الإغاثة ورميت فترة طويلة من الزمن. يعني هنالك يعني التغير النفسي، أنا عندما أتحدث فيه هذا تغير حقيقي حتى في مناطق سيطرة الشرعية. لماذا نشأت اليوم مع العصابة المسلحة؟ هذه العصابة كيف نشأت؟ اليوم تقتل بدم بارد، تقتل الأطفال، تقتل النساء، تقتل داخل الشوارع المزدحمة. هنالك حقيقة تغير نفسي حقيقي. اليوم أنا أسمع استطلاع في أحد القنوات أن ما يقارب من 50% من الشعب الأفغاني لديه عقد أو أمراض نفسية بسبب الحرب الأفغانية. نحن عندما نتحدث عن الحرب نتحدث عن أزمة حقيقية تنصهر فيها النفسية، تنصهر فيها المفاهيم، تنصهر فيها القيم، بغض النظر عن هنالك مقاومة. المقاومة طبعا هي تنشأ عندما يكون هنالك هجوم كاسح. اليوم هنالك هجوم على المستوى التربوي، على المستوى الذهني، على المستوى الإعلامي، على المستوى النفسي، حتى على المستوى القضائي ومستوى السلطات التي تمارسها هذه الدول. وذلك اليوم هنالك حتى لاحظي في الجنوب اليوم في قضية تعامل الشمال والجنوب والنقاط التي تقوم برد الناس، هذه ما الذي غير الناس على هذا الحال؟ هذا السؤال الذي يطرح نفسه. نعم إذن نعم، اسمح لي أستاذ توفيق فقط، لقد عاد معنا الأستاذ ماجد فضائل وكيل وزارة حقوق الإنسان، سأعود إليك أستاذ توفيق. مرحبا بك أستاذ ماجد فضائل وكيل وزارة حقوق الإنسان عبر الهاتف من الرياض، مساء الخير. مرحبا، أسعد الله مساءكم. مساك الله بالخير والعافية. أستاذ ماجد، كيف تتابعون ما يحدث من تزايد حدة الجريمة في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا، وكذلك الظلم الذي يواجهه اليمنيون من خلال سيطرة الميليشيا على أجهزة القضاء والأمن والنيابة؟ انهارت البنية الأساسية للدولة منذ الانقلاب عام 2014، وسيطرت عليها ميليشيا يعني تدير هذه الدولة بعقلية عصابة، نشرت الجريمة ونشرت يعني الانتهاكات بشتى الأنواع. هناك توسع كبير جدا لهذه الجرائم والانتهاكات، لا يمكن كما قال الأستاذ توفيق لا يمكن التمييز بين الجرائم والانتهاك، لأن احنا في وقت حرب. الحرب طبعا هذه عكست بشكل كبير على المجتمع، هنالك أفعال وانتهاكات الملموسة على المدنيين، وهنالك أيضا تمزيق للنسيق الاجتماعي بشكل كبير وواسع، بحيث أن اليمنيين لم يعودوا يقبلون بعض. هنالك انهيار القيم الأخلاقية والاجتماعية بشكل كامل وكبير بسبب هذه الميليشيا التي حاولت تغيير الفكر والقيم والمبادئ اليمنية وإدخال أفكار، وحتى على مستوى الأطفال غيرت المناهج وغيرت أفكارهم، وبل يعني استخدمتهم وقود لحربات بشتى أنواع الجماعات.
هنالك يعني انتشار بشكل كبير لاستخدام ايضا النساء سواء استخدامات طبعا استخدامات في المعارك من التحشيد وعلى الهجوم على البيوت وغيرها من الامور او استخدامات يعني اخلاقيه مثل الاعتداءات والاغتصابات والامور الجنسيه. هنالك انهيار كبير في المجتمع، هنالك ايضا جرائم تمارس بشكل واسع، هنالك ادامات خارج اطار القانون، هنالك تصفيات، هنالك اذا في يعني ظل كل ذلك استاذ ماجد تقريبا 43,000 بين قتيل وجريح. نعم، في ظل كل ذلك الذي الانهيار الذي تتحدث عن، ما هو دوركم كوزاره لحقوق الانسان؟ انتم صوت من لا صوت له، يعني لما لا نجد يعني صوت المظلومين يصل الى العالم عبركم استاذ ماجد؟ نعم نحن نقوم بما نستطيع به من عملية رصد وتوثيق لهذه الانتهاكات، ثم بعد ذلك نقوم بإحالة كثير من هذه الملفات إلى اللجنة الوطنية التي تقوم بدورها في التحقيق في طبعا لتحديد المسؤولية المرتكبة ومن المسؤول عن ارتكاب هذه الجرائم، وإحالتها إلى النائب العام. تم إحالة أكثر من 3,000 ملف إلى النائب العام للنظر إليه. نعم، اسمح لي أستاذ ماجد يعني لمقاطعتك، المعذرة أستاذ ماجد. نعم، يعني يفترض أن الهيئة الوطنية للتحقيق في إدعاء حقوق الإنسان عملها يختلف عن عملكم، يعني يفترض أن تكون نعم. أنا لا يعني لا أوجه يعني لعمل أحد، ولكن ما أقصده أنتم كوزارة لحقوق الإنسان أستاذ ماجد، يعني يفترض أن تكون حلقة الوصل مع مجلس حقوق الإنسان، مع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان. نعم، نحن نقوم بعمليات الرصد والتوثيق وايضا نقل هذه الجرائم وايضاحها للمجتمع الدولي، نقوم باجراء العديد من الندوات وايضا نقوم باللقاءات ونقل هذه الملفات، ملفات الجرائم وملفات الانتهاكات والتقارير. نعم، اذا لما لا نجد صدى ذلك الى المجتمع الدولي سواء مجلس حقوق الانسان او هامش هذه المجلس لانعقاد الندوات وايضا اللقاءات التي طبعا سواء مع الدول الراعيه ل 18 دعم واحد او مع الامم المتحده والمنظمات الدوليه. نحن نقوم بايصال هذه الجرائم وابلاغ المعنيين في المجتمع الدولي، ونحاول ايضا نقوم برصد وتوثيق واحالتها الى المجتمع الجهات الحكوميه المسؤوله من القضاء والنيابه العامه، لان القضاء المحلي ايضا مسؤول في اتخاذ الاجراءات. هذه الجرائم لا يمكن تسقط التقادم وسوف ينال مرتكبها العقاب سواء عاجلا ام اجلا، سواء حاليا او فيما بعد ان تفرض الدوله سلطتها وسيطرتها على كافه بقاع الارض اليمنيه. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ ماجد فضائل وكيل وزارة حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. في دقيقة أستاذ توفيق، برأيك لما لا يسلط الإعلام الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية الضوء على مثل هذه الجرائم ولا نجد لها أي صدى في أي وسائل الإعلام أو تقارير حقوقية؟ طبعا الاعلام الدولي نحن في معركه بحاجه الى تسويق، وانا اعتقد ان المجتمع ان الاعلام ايضا الدولي سلط على بعض الجرائم. مثلا اخيرا في احد الصحف الفرنسيه كان يتحدث عن حاله الرعب الذي يعيشها الاطفال والنساء في ايطاليا على بسبب القناصين على سبيل المثال. هناك تقارير كثيره عن الالغام، لكن هنالك كما قلت لك انتهاكات الظل. هذه انتهاكات الظل بحاجه الى جهد كبير من منظمات من راصدين، ثم بعد ذلك يتم بحرفية عالية توصيلها إلى أكثر من منظمة إلى غير ذلك لتنكشف الحقائق. لأنه أنا أعتقد اليوم أنه أصبح الضوء بالدرجة الأولى مسلط في اليمن على الانتهاكات الواضحة، انتهاكات الطيران، القذائف، الألغام، المعتقلين، لكن هنالك الانتهاكات التي يمكن أن نستشف منها الانهيار الاجتماعي والأخلاقي والقيمي الذي يحدث بعد المجتمع. هذه بحاجة إلى أناس يدركون معنى المعركة الوطنية بالدرجة الأولى، لأن كثير من المنظمات هي تعمل على بجانب مهني أو فني متعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. اليوم خطاب الكراهية على سبيل المثال، تغيير المنهج الدراسي، التغيرات الاجتماعية، هذه بحاجة إلى رصد. نعم، وهذه مطلوب من الدولة وفق استراتيجية مرسومة بمهارة يعني. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا. عودة أخيرة لك أستاذ محمد، وفي دقيقة برأيك ما مدى تأثير تكتم
المجتمع الدولي والإعلام أيضا على ما يحدث من تفاصيل هذه الجرائم وعدم ردع الميليشيا للعنف؟ يعني في الحقيقة أولا أنا فقط أؤكد أن المجتمع هو ضحية. المجتمع الآن الواقع تحت قبضة الميليشيا الحوثية يموت ببطء. هذا المجتمع تعرض بالفعل كما أشار الأخ توفيق إلى ضربات موجعة في كل على كافة الأصعدة الاجتماعية والتعليمية والنفسية وأيضا المعيشية والاقتصادية. سحق المجتمع اليمني بسبب هذه الميليشيا الغاشمة المتوحشة في اليمن، وللأسف الشديد المجتمع الدولي يغض الطرف عن هذه الجرائم وعن هذا السلوك الفاشي للميليشيا الحوثية. أيضا هناك قصور واضح في أداء الحكومة، ولا يمكن الدفاع عن حكومة شرعية التي لا تزال بعد 5 سنوات من الحرب والحصار والمعارك والتضحيات في يعني مهاجرة في الخارج ولا تتواجد فعليا على أرض الواقع، وبالتالي هذا أفقدها ثقة المجتمع الدولي بها وبتقاريرها. يفترض أن تتجاوز مربع الحديث عن الرصد وتقديم البيانات والتقارير إلى الفاعلين الدوليين لتقول لنا ما هي المواقف التي نجحت في انتزاعها من المجتمع الدولي لمصلحة الشرعية ولمصلحة الضحايا اليمنيين الذين تطحنهم رحى هذه الحرب. للأسف الشديد أيضا الصورة النمطية والجرائم التي ارتكبت خلال هذه الحملة العسكرية للتحالف ألقت بظلالها أيضا على الملف اليمني وعلى معاناة اليمنيين، وأصبح الكثير في المجتمع الدولي على الصعيد الإعلامي أو المنظمات أو بعض الحكومات تنظر بنوع من يعني المساواة على الأقل ما بين الضحية والجلاد، ما بين الشرعية والميليشيا، ما بين الانقلاب والمقاومة والجيش الوطني والتحالف على حد سواء. إذن هناك إشكالية كبيرة في إدارة المعركة سواء على الملف العسكري أو السياسي والحقوقي والقانوني. أتمنى أن نصل إلى النقطة التي ينتهي فيها مشروع الحوثيين الدموي الفاشي الذي لا يصلح أن يكون في اليمن ولا يقبل به اليمنيون، وأن ينتصر اليمنيون لكرامتهم إن شاء الله. إذن شكرا جزيلا لك محمد الأحمدي الصحفي والناشط الحقوقي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.